مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نستهل هذه الصفحه الجويه بحاله السماء المنتظره خلال ظهيره اليوم، حيث الاجواء ستبقى مشمسه على العموم، ثم بعد الظهيره باذن الله ستتشكل خلايا رعديه منعزله على كل الهضاب العليا والاوراس، قد تكون مرفوقه بامطار رعديه على الولايات الغربيه او على المرتفعات الغربيه، وحتى بالنسبه للمرتفعات الوسطى مناطق شمال الصحراء والصورة ستشهد اجواء غائمة على العموم، احتمال لبعض الأمطار الرعدية، هذا خاصة نحو منطقة بشار، صفاء تام على الجنوب الشرقي، على الصحراء الوسطى، على منطقة تندوف، تبقى خلايا رعدية موسمية تنشط بأقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار وتاسلي، قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار خاصة بأقصى الجنوب والزوابع الرملية، ستشمل وسط الصحراء الجنوب أقصى الجنوب حتى بمرتفعات الهوغار وتاسلي والجنوب الشرقي. درجة الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم تبقى فصلية، مقاييس ما بين 32 إلى 35 درجة تقريبا على كل المناطق الشمالية، لترتفع بتيزي وزو البويرة حتى بمعسكر بغليزان سيدي بلعباس شلف عين دفلة تقارب 38 درجة، جنوبا مقاييس ما بين 40 إلى 42 درجة من تمن راس نحو كل الجنوب الشرقي، 39 درجة منتظرة بغردايا، 40 درجة ببشار، 47 درجة بتندوف بني عباس بإن صلاح وحتى ببرج باجي مختار، و 48 درجة على مقياس بمدينة أدرار. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم حتى فجر يوم الغد تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة بالمناطق الشمالية، ترتفع إلى 29 درجة بكل الجنوب الشرقي، 26 درجة بتمن راس، 30 درجة ببشار، بتندوف أيضا، وتصل إلى 34، تجاور أيضا 36 درجة بالنسبة للصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. فيما يخص البحر خلال نهار اليوم بإذن الله سيكون قليل الاضطراب إلى هذا على كل السواحل بعد التموجات خاصة نحو السواحل الوسطى، الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة تأتينا شرقية تماما تدور إلى غربية نحو السواحل الغربية. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 29 دقيقة بعد 7 مساء. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.